سيارة فائقة السرعة تنقض كالذئب على الطريق. هناك سيارات سريعة وهناك سيارات فائقة السرعة. مقاتلات الطريق هذه مزودة بأحدث التقنية والرفاهية العالية. عندما تظهر مركبة جديدة كهذه فإنها تضع معايير جديدة عالية أمام صانعي السيارات المخصصة ليبذلوا قصارى جهدهم. يشعر المرء بالحماسة في داخلها، مركبة فيها جزء مقتطع وزوايا حادة تتماشى معه. من النظرة الأولى لا يمكن تفريق سيارة لايكن فائقة السرعة عن سيارة باتمان. يمكن لخطوطها الحادة وزواياها البارزة أن تزرع الخوف في قلب أي مجرم محترف. صنعت من قبل دبليو موتورز في مدينة دبي، المكان المعروف لاحتوائه أكبر وأطول وأكبر المباني. هذه السيارة الفائقة السرعة هي وحش سرعة، لكنها لا تجازف بالراحة مقابل سرعة السباقة. هذه السيارة الجديدة تسعى لأخذ مكانتها واحترامها من السيارات الموازية لها عبر دخولها أسواق السيارات المخصصة شديدة المنافسة، متضمنة العديد من المميزات الجديدة التي تظهر للمرة الأولى. سافر برنامج ألعاب تكنولوجيا إلى توب ماركس، حيث معرض السيارات السريعة الذي يقام عبر الريفيرا الفرنسي في مدينة موناكو للقاء المصمم رالف دباس. استوحيت شكل السيارة من شكل الذئب، عنيفة جدا وفيها الكثير من الحواف الحادة. يمكنك رؤية الأذنين والعينين، لذا فإن تصميمها مميز. استغرق الأمر 6 سنوات لتحويل الحلم إلى حقيقة. طاف دباس وفريقه في شركة دبليو موتورز الكرة الأرضية لإحضار المواد والخبرات اللازمة لتجسيد رؤيته. أردت أن أصنع شيئا مختلفا وخاصا بي. آمل أن أتمكن يوما ما من قيادة واحد من التصاميم التي أقوم بها. يعطي الهيكل المصنع من الكربون القوة للسيارة، بينما الزوايا الأيروديناميكية تمنحها الملائمة. تصميم السيارة معقد وطريقة صنعها معقدة جدا، لأنها عبارة عن قطع تلحم وتركب مع بعضها. يجب القيام بها بحيث تكون خفيفة وصحيحة هندسيا، لذا تشكل السيارة بأكملها تحديا. تأتي عبقرية هذه السيارة منها. تسعى لايكن للتميز بأبوابها التي تفتح بالمقلوب وداخل السيارة الفضائية. مثال على التقنية المبتكرة الموجودة فيها هو واجهة العرض الهولوغرافية الافتراضية الرائعة، الأولى في نوعها. إنها واجهة تحكم ثلاثية الأبعاد بالكامل، تستجيب لأوامر السائق عن طريق طيف واسع من الحركات، من التلويح بيده أو استدارة معصمه. فيما عدا واجهة العرض الافتراضية، هناك التقنية الحديثة المستخدمة في شاشة العرض، مصممة لتكون الأوضح. تسمح الشاشة بالوصول إلى معلومات أساسية للقيادة بمظهر يشبه الصحن الفضائي. التكامل بين العناصر المختلفة من واجهات التحكم الافتراضية هنا إلى لوحات القياس ذات المظهر الحديث، بالإضافة إلى مقبض نقل السرعة هنا. هذا المقبض الذي جرى صنعه من قطعة ألمنيوم واحدة، والتي جرى صنعها من قطعة بوزن 300 كيلوغرام لمدة أسبوع. جميع العناصر تكاملت مع بعضها لكي تمنح سيارة لايكن تصميماً داخلياً جميلاً جداً وأنيقاً. يوجد تحت سطح لايكن الأنيق قوتها الكبيرة، المحرك التوأمي المزود بتيربو بقوة 770 حصاناً بعزم دوران مساو ل 960 متراً. بقوة كهذه فإنها تصل إلى سرعة من 0 حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8. تصل سرعتها حتى 386 كيلومتراً في الساعة. ويعزز التصميم قوتها. توزيع الأوزان فيها كان أساسياً في مرحلة التطوير. يعطي توزيع الوزن المتوازن الثبات لهذه السيارة السريعة. يجاهد دباس لصنع سيارة قوية وتبرز بالوقت نفسه كسيارة حديثة على الطريق. هناك تحد في الإنتاج، حيث لا يوجد آلات أو قوالب جاهزة لصناعة الأشكال التي نريدها. التحدي الآخر هو أن هناك قواعد وقوانين ليسمح بقيادة السيارة على الطرقات، بالإضافة لمشاكل السلامة التي علينا أخذها بعين الاعتبار. لذا الحواف الحادة والمظهر العنيف قد لا يسمح به. لذا أردنا صنع سيارة تحقق التصميم المميز والعملية، التأكد بالوقت نفسه من أنها تتبع قوانين الطرق في العالم. يتطلب تصنيع قطعة واحدة من فريق دبليو موتورز 3600 ساعة. يجري تغطية الهيكل الحاد ب16 طبقة من الطلاء لإطفاء سواد منتصف الليل اللامع إلى التصميم الداخلي الفضائي المزود بأدوات عالية التقنية. كل تفصيل يؤخذ بعين الاعتبار. واحد من أكثر الميزات الرائعة والمفاجئة مصابيح الإنارة الأمامية.
وكل ضوء مرصع بألماس حقيقي. لا تحقق هذه المجوهرات أي تحسين في الأداء، لكنها تجعل السيارة مكلفة جداً. تصنف سيارة لايكن حالياً كثالث أغلى سيارة جرى صنعها على الإطلاق. من المؤكد أن هذه السيارة ليست للجميع، بخاصة أنه يوجد 7 سيارات منها في العالم فقط. سيارة لايكن فائقة السرعة الأنيقة والمتوحشة، هي سيارة رائعة تبرز في أي طريق تنطلق عليه.